الدفاع وفك لغز ديال الدفاع ديال فريق الفتح الرباطي، اللي الفتح الرباطي الان اصبح كيلعب في نصف الملعب ديالو الاعتماد على المرتدات الهجوميه. متولي كره في الجهه اليمنى في اتجاه ياسين الصالحي، ياسين الصالحي يعني في صراع مع اسمنداو، ياسين الصالحي دائما عنده كره، دي محاوله ما بيديه، كره كتصطدم بالقائم الايمن وبالتالي تعانق شباك الحارس عصام بدا. مرة أخرى نتابع صراع ديال ياسين الصالحي مع المدافع اسمنداو، وهدف جميل ديال فيفيو مابيدي. مرة أخرى نتابع العمل الكبير اللي قام به ياسين الصالحي والصراع البدني، لاحظوا السقوط ديال اسمنداو، رغم ذلك ياسين الصالحي تمكن يوصل الكرة، يوضع الكرة أمام فيفيو مابيدي والهدف الأول لفريق الرجاء البيضاء، وفرحة مستحقة لفيفيو.